السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الأعزاء، طلاب سنة تانية ثانوي عربي، تحية طيبة. وبعد، النهاردة مع حصة المراجعة النهائية في مادة الكيمياء لسنة تانية ثانوي عربي. بداية، الحلقة الأولى هتبقى عبارة عن مراجعة الباب الأول، بنية الذرة، بنظام الـ MCQ، نظام الاختيار من متعدد، لأن زي ما حضرتك عارف هيبقى امتحاننا بنظام الـ MCQ، يعني اختيار من متعدد. عندك 21 سؤال اختار، هيقولك في الامتحان ان شاء الله ربنا يكرمك وتتمكن من حله. السؤال الاولاني بيقول لي ايه؟ اي مما يلي يمثل ولا لا يمثل؟ قال لي لا يمثل، لا يمثل حقيقة علمية. تعالوا نشوف مين اللي لا يمثل حقيقة علمية. جميع المواد بها الكترونات سالبة، المعلومة دي صح، تدخل الالكترونات السالبة في تركيب جميع المواد. ذرات عناصر الأكسجين متماثلة في الكتلة، المعلومة دي لا غلط علميا. ليه؟ قال لي لوجود ما يسمى بالنظائر. كلنا يعلم أن النظائر عدة صور مختلفة للعنصر تتفق في العدد الذري وتختلف في العدد الكتلي. اختلافها في العدد الكتلي يرجع لاختلاف عدد النيترونات، وبالتالي اختلاف عدد النيترونات يؤدي إلى اختلاف في العدد الكتلي، ومن ثم اختلاف في الكتلة الذرية. وعليه هيبقى ذرات عنصر الأكسجين متماثلة في الكتلة، المعلومة دي غلط. تحتوي الذرة على نوعين من الجسيمات المشحونة، صح. ليه؟ تحتوي الذرة عامة يا أولاد على 3 أنواع من الجسيمات، بروتونات ونيترونات داخل النواة، وإلكترونات بتدور حول النواة. الإلكترونات كلنا يعلم إنها جسيمات مشحونة بشحنة سالبة، البروتونات مشحونة بشحنة موجبة، النيترونات متعددة الشحنة، يعني هنقول غير مشحونة. وبالتالي عدد الجسيمات المشحونة في أي ذرة، عدد الأنواع المشحونة في أي ذرة نوعين من الجسيمات، يبقى المعلومة دي سليمة. يختلف الطيف الذري للصوديوم عن البوتاسيوم، المعلومة دي صح. الاختلاف إيه؟ تختلف ذرات العناصر عن بعضها في الطيف الذري، حيث لا يوجد عنصران لهما نفس الطيف الإيه؟ الذري. الطيف الذري مثل بصمة الأصبع، خاصية أساسية مميزة للمادة. وبالتالي النقطة الوحيدة التي لا تمثل حقيقة علمية هي النقطة ب، وهي ذرات عنصر الأكسجين متماثلة في الإيه؟ في الكتلة. السؤال رقم 2، جميع الفروض التالية تمثل النموذج الذري لمين يا شباب؟ لرذرفورد، ما عدا، ما عدا إيه؟ ناخدهم نقطة نقطة. كتلة البروتون تمثل 1800 مرة قدر كتلة الإلكترون، المعلومة دي صحيح. من المعروف ان كتلة البروتون اللي اثبت كده الراجل اللي اسمه رازر فورد تساوي 1800 مرة كتلة الالكترون. في الفرض بتاعنا كان بيقول لك ان كتلة مكونات النواة كبيرة جدا مقارنة بكتلة الالكترونات اللي بتدور حول النواة التي يمكن اهمال كتلتها. والمعلومة اللي بتساوي 1800 مرة دي عندك من سنة اولى ثانوي. ان كتلة الالكترون بقى العكس بقى، ان كتلة الالكترون السالب بتساوي 1 على 1800 مرة من كتلة الايه يا اولاد؟ من كتلة البروتون. اذا المعلومة سليمة وقايلها رذرفورد. تدور الالكترونات حول النواة في مدارات محددة بطاقة. عارف لو قال في مدارات محددة وما قالش بطاقة كنا نحسب الجملة دي ليه، بس اول واحد يقول ان تدور الالكترونات حول النواة في مدارات محددة بطاقة، يعني يقصد مستويات الطاقة. العالم ده مين؟ برافو عليكم يا شباب، العالم بور. بور هو اللي قال لي في مدارات محدده بطاقه. البروتونات موجبه الشحنه، طبعا اللي اثبت ان شحنه النواه موجبه هو العالم رذرفورد. شحنه الالكترون تعادل شحنه البروتون، طبعا لما قال لي ان الذره متعادله كهربان لان مجموع شحنات الالكترونات السالبه التي تدور حول النواه تساوي مجموع شحنات البروتونات الموجبه التي توجد داخل النواه. يبقى الحاجه الوحيده التي لا تنتمي الى رذرفورد هي النقطه ب. تعالوا نشوف مع بعض السؤال الثالث، أي الفروض التالية لا يعتبر صحيحًا من فروض بور؟ خلي بالكم يا جماعة من كلمة لا، بيقول لي لا يعتبر صحيحًا من فروض إيه؟ بور. في ناس بتفهم السؤال ده غلط. لو قال لك لا يعتبر من فروض بور ده سؤال. ولو قال لك لا يعتبر صحيحًا في فروض من فروض بور، يعني يقصد إن الفروض دي كلها بور قايلها، بس فيها فروض غير صحيحة. هي الفروض اللي العلم اثبت انها غير صحيحه في الفروض النموذج الذري لبور. تدور الالكترونات حول النواه في مستويات طاقه، الكلام لغايه دلوقتي صح. والمناطق بينها محرمه على دوران الالكترونات، الكلام ده علميا غلط.
ليه؟ لأن بور افترض الإلكترون بيدور حول النواة على بعد ثابت من النواة، وعلميا أثبتنا بالنظرية الذرية الحديثة أن الإلكترون يحتمل وجوده في كل الاتجاهات والأبعاد حول النواة في منطقة من الفراغ المحيط بالنواة التي تعرف بالسحابة الإيه؟ الإلكترونية. يبقى مبدئيا الكلام ده غلط. بس تعالوا بقى نشوف بقى الاختيارات. طاقة إلكترون في المستوى M ب 10 و2 من 10 إلكترون فولت، بينما طاقة إلكترون في المستوى L ب 6 و1 من 10 إلكترون فولت. ده معناه إن طاقة المستوى M أكبر من طاقة المستوى L، وده كلام علميا صح. تزداد طاقة المستوى كلما ابتعدنا عن النواة. ما هو المستوى L ما تنساش إنه المستوى الثاني، والمستوى M هو المستوى الثالث. في ذرة الهيدروجين إذا عاد إلكترون مسار موجود في المستوى N إلى المستوى كي لا ينتج طيف مرئي؟ هل المعلومة دي برضو صح؟ ليه؟ إحنا قلنا حالات إنتاج الطيف المرئي لذرة الهيدروجين وفكركم بيها. أدي نواة الذرة، المستوى الأول كي، المستوى الثاني إل، المستوى الثالث إم، المستوى الرابع إن، المستوى الخامس أو، المستوى السادس بي. حالات إنتاج الطيف المرئي لعنصر الهيدروجين، يتكون الطيف الخطي أو المرئي لعنصر الهيدروجين من أربع خطوط ملونة نتيجة انتقال الإلكترون أو عودة الإلكترون المسار من المستوى السادس للمستوى الثاني، أو من المستوى الخامس للثاني، أو من المستوى الرابع للثاني، أو من المستوى الثالث للثاني. هذه الأربع حالات بتوع إنتاج الطيف الخطي. إذا عاد الإلكترون من المستوى N للمستوى K من الرابع للأول لا ينتج طيف مرئي يا أولاد ولا ينتج طيف خطي. الذرة متعلقة كهربائيا، المعلومة دي صحيحة. نشوف السؤال اللي عليه الدور، السؤال رقم 4. الجدول التالي يمثل مستويات الطاقة لذرة الهيدروجين. مديني مستويات طاقة لذرة الهيدروجين، كل مستوى بطاقته. تمام؟ إذا اكتسبت ذرة هيدروجين مستقرة، أتمنى تكونوا خدتوا بالكم من كلمة مستقرة. مستقرة معناها أدي نواة الذرة أهي. إحنا عارفين إن ذرة الهيدروجين H11 عندها إلكترون واحد. موجود في حالة الاستقرار، بيكون موجود في المستوى الأول كي، اللي طاقته هنا الدهالي بكام؟ ب5. المستوى L طاقته الدهالي بكام؟ ب12. المستوى M طاقته الدهالي بكام؟ ب18. المستوى N طاقته الدهالي بكام؟ المستوى N طاقته الدهالي بكام يا أولاد؟ المستوى N لحظة، أو طاقة الدهالي بكام؟ ب23. تقول لك اكتسبت ذرة هيدروجين موجودة في الحالة المستقرة، معناها ان الالكترون موجود في اقل مستويات الطاقة المسموحة بها في الذرة، يعني في المستوى الاول. اكتسب طاقة مقدارها 18 الكترون فولت. هو الالكترون نفسه كانت طاقته بكام؟ ب5 الكترون فولت. لما يكتسب طاقة مقدارها 18 الكترون فولت تصبح طاقته الجديدة ب23 الكترون فولت، وهذا يعني انتقال للالكترون من مستوى K للمستوى N. حلو الكلام؟ جميل الكلام. فإنه ينتج طيف مرئي عندما يفقد قدر من الطاقة مقدره قد إيه؟ إحنا قلنا حالات إنتاج الطيف المرئي لذرة الهيدروجين 4: انتقال من المستوى الثالث للثاني، أو من الرابع للثاني، أو من الخامس للثاني، أو من السادس للثاني. يبقى الحالة الوحيدة اللي ينتج فيها الإلكترون ده طاقة أو الذرة دي تنتج طاقة عندما ينتقل الإلكترون يعود من المستوى N الرابع للمستوى L اللي هو الثاني. يعود من الرابع للثاني، الفرق في الطاقة بين الرابع والثاني هيساوي 23 ناقص 12، يطلع في الأخير ب 11 إلكترون فولت. يبقى الإجابة ب 11 إلكترون فولت. نشوف السؤال الخامس مع بعض يا شباب. تتفق نظائر عنصر تتفق ايه يا فندم؟ نظائر عنصر الكوبالت في جميع ما يلي ما عدا التركيب الالكتروني ولا الطيف الذري ولا مجموع الشحنات الموجبه ولا الكتله الذريه. اولا تتفق النظائر، ودي حاجه عايز حضرتك تاخد بالك منها. نظائر العنصر تتفق في الاتي: العدد الذري، معناها انها تتفق في عدد البروتونات الموجبه داخل النواه، ومعناها انها تتفق في عدد الالكترونات السالبه اللي بتدور حول النواه. واذا اتفقت في عدد الالكترونات السالبه يبقى بتتفق في التركيب الالكتروني وما يتبعه يا شباب. يعني ايه ما يتبع التركيب الالكتروني؟ تتفق في عدد مستويات الطاقه الرئيسيه.
تتفق في عدد الالكترونات في مستوى الطاقة الاخير اسمها الكترونات التكافؤ. اسمعني كويس، وطالما تتفق في الكترونات التكافؤ يبقى بتتفق في الخواص الكيميائية. كل دي تتفق فيها نظائر العنصر الواحد. تختلف في ايه؟ هل النظائر تختلف في عدد النيترونات، ولما تختلف في عدد النيترونات يبقى تختلف في مجموع عدد النيترونات والبروتونات والذي يسمى بالعدد الكتلي، ولما تختلف في العدد الكتلي بالتبعية تختلف في الكتلة الذرية اللي هي حاصل ضرب عدد البروتونات في كتلة البروتون زائد عدد النيترونات مضروب في كتلة النيترون. إذا تختلف في الكتلة الإيه يا شباب؟ في الكتلة الذرية. إنما مجموع الشحنات الموجبة لا تتفق، ما احنا لسه قايلين عدد البروتونات. الطيف الذري تتفق، ليه؟ لها نفس التركيب الإلكتروني وبالتالي نظائر العنصر الواحد لها نفس الطيف الإيه؟ الطيف الذري. أي نشوف السؤال رقم 6، أي مما يلي لا يمثل أي من خواص الإلكترون؟ الإلكترون سالب الشحنة طبعا، جسيم سالب الشحنة. يدور حول النواة، يدور حول النواة صح، إنما خلي بالك من التكملة في اتجاه محدد غلط. نرجع للنظرية الذرية الحديثة اللي كانت بتقول لنا إيه يا شباب؟ يتحرك الإلكترون حول النواة في كل الاتجاهات والإيه؟ والأبعاد. في اتجاه محدد ده الكلام اللي قاله بور وأخذ على بور بعد كده. تمام؟ موجة مادية صح، موجة مادية. الإلكترون له طبيعة مزدوجة سالب الشحنة وفي نفس الوقت جسيم مادي سالب الشحنة في نفس الوقت له طبيعة موجية. تختلف سرعة الإلكترون باختلاف بعد عن النواة صح. تزداد سرعة الإلكترون كلما اقترب من النواة، تقل سرعته كلما ابتعد عن الإيه؟ النواة. بالتالي الاختيار ب هو اللي لا يمثل خاصية من خواص الإيه؟ من خواص الإلكترون. تعالوا نشوف السؤال رقم 7، توصلت النظرية الذرية الحديثة إلى كل مما يأتي ما عدا. النظرية الذرية يا فندم الحديثة توصلت إلى طبيعة الإلكترون، طبعًا الإلكترون له طبيعة مزدوجة، نظام دوران الإلكترون حول النواة، نعم، يدور الإلكترون حول النواة في كل الاتجاهات والأبعاد، وصف السحابة الإلكترونية طبعًا. وهي جزء من الفراغ المحيط بالنواة والذي يحتمل وجود الكترون فيه في كل اتجاهات الابعاد. شحنة الالكترون لا، مش النظرية الذرية الحديثة اللي قالت شحنة الالكترون، انسب الشيء لاهله. مين اول واحد قال ان الالكترون جسيم سالب الشحنة؟ العالم تومسون لما قال لك الذرة كرة مصمتة متجانسة موجبة الشحنة مطمور بداخلها عدد من الالكترونات السالبة، واول واحد يقول ان فيه الكترونات سالبة. غلط في ايه؟ غلط في وصفه للذرة، انما ما غلطش في شحنه الالكترون، فيبقى الكلام ده مش كلام النظريه الذريه الايه؟ الحديث. تعالوا نشوف مع بعض سؤال رقم 8، بيقول لك جميع الاوربيتالات التاليه توجد في ذره ايه؟ هي ايه الاوربيتالات دي؟ انا عايزك تاخد بالك من اشكالها. ده اوربيتال للبي شكله كمثلتين متقابلتين بالراس، وده اوربيتال للاس شكله كرو متماسك. ايه الاوربيتال اللي شكله غريب ده؟ قلت له الاوربيتال اللي شكله غريب ده اكيد لا اس ولا بي وانا لسه ما اعرفش. هنشوف الاختيارات، بيقول لك هل ذره الصوديوم؟ قلت له الصوديوم ان 11. هل ذره الحديد؟ الحديد اف اي 26. الكبريت اس 16. الارجون اي ار 18. في طالب قاعد دلوقتي بيقول لي يا مستر وانا هكون حافظ الاعداد الذريه دي كلها؟ المفروض تبقى حافظ معظم العناصر، ولكن انت معاك الكتاب بتاع المدرسه في الجدول الايه؟ الدوري عندك اعداد الذريه لكل العناصر. لما وزع عنصر الصوديوم ان 11 تركيبه الالكتروني 1s2 2s2 2p6 3s1 وجدنا ان كل الاوربيتالات اللي في الصوديوم نوعين فقط من الاوربيتالات، اوربيتالات الاس واوربيتالات البي. رحنا على ذره الحديد اف اي 26 قال لي 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3D6. الله، انا عندي ثلاث انواع من الاوربيتالات، اوربيتالات الاس واوربيتالات للبي واوربيتالات للدي، وبالتالي اشكال الاوربيتالات في الذره دي هيبقى اكتر من شكلين. يبقى هي دي الاجابه الصحيحه على ذره الحديد، لانك لو وزعت الكبريت هيبقى زي توزيع الصوديوم بس اخره 3S2 3B4. لو وزعنا الارجون هيبقى اخره 3S2 3B6. وبالتالي الصوديوم والكبريت والارجون الثلاث ذرات دول فيهم نوعين فقط من الاوربيتالات، اوربيتالات الاس واوربيتالات البي، الاس الكروي المتماثل والبي الكمثلتين المتقابلتين، انما الثلاث اشكال دول من الاوربيتالات موجودين في ذره الحديد اللي بتحتوي على ثلاث انواع من المستويات الفرعيه اس وبي ودي، وبالتالي عندها اشكال مختلفه للاوربيتالات اكثر من شكلين. تمام؟
نتنقل للسؤال رقم 9، بيقول لي اي الفروض التاليه يعتبر صحيحا من فروض جون دالتون؟ الذره لا تقبل التجزئه. ركز، يعتبر يا فندم صحيحا، ودائر على كلمه صحيحا، ما قالكش يعتبر من فروض جون دالتون. لو من فروض جون دالتون تشوف جون دالتون قال ايه، صح غلط، يبقى دي فروض. انما هو بيقول لحضرتك انقد نظريه جون دالتون. نقد النظريه بيقول ايه؟ كل اللي قاله جون دالتون صح، ولا كل اللي قاله غلط، ولا في صح وفي غلط؟ وده سؤال. بيقول لك اي من الفروض التاليه يعتبر ايه يا فندم؟ صحيحا. ا، الذره لا تقبل التجزئه. الذره لا تقبل التجزئه، لا الفرض ده غلط. الذره تقبل التجزئه الى جسيمات اصغر منها. الذره جسيم متنافس صغر، الفرض ده صح. ذرات العنصر الواحد متشابه في الكتله، غلط بسبب النظائر. ذرات العناصر المختلفة مختلفة في الكتلة، غلط، لأن ممكن تكون ذرات عناصر مختلفة ومتساوية في الكتلة، نظير عنصر مساوي في كتلته نظير عنصر آخر، تبقى الإجابة صحيحة. الوحيدة اللي تعتبر علميا صح لغاية النهاردة ما تهزتش، أن الذرة جسيم متناهي في الصغر. تعالوا نشوف السؤال رقم 10، بيقول لي أي الجسيمات التالية يصبح أكثر استقرارا بفقد إلكترون؟ بفقد إيه يا فندم؟ بفقد إلكترون يصبح أكثر استقرارا. عايزك مركز، النيتروجين N7 تركيبه الالكتروني 1s2 2s2 2p3، هو نفسه عنده المستوى الفرعي B نصف ممتلئ احدى حالات الاستقرار. لما يفقد الكترون هيبقى 2p2 يقل استقراره، مش هو ده؟ طب لما اجيب ايون النيتروجين N سالب، يعني ده معناه ان ذرة نيتروجين وزايد عليها شحنة سالب، يعني تركيبها الالكتروني لو عدده الذري 7 يبقى عنده 8 الكترونات. اشمعنى؟ قال لي ما هو ان سالب هو معناه انه مكتسب شحنه سالب، مكتسب الكترون سالب، هيبقى تركيبه 1s2 2s2 2p4، ده التركيب الالكتروني لايون النيتروجين. بفقد الكترون هيتحول ل 2p3، يصبح المستوى الفرعي ب نصف ممتلئ احدى حالات الاستقرار، وبالتالي هو الان سالب هو اللي هيصبح اكثر استقرارا بفقد ايه يا اولاد؟ بفقد الكترون. لو جبنا الاو موجب، اصلا الاكسجين او 8، او موجب معناه انه ذره اكسجين فقد الكترون، يعني عنده 7 الكترونات، هيبقى 1s2 2s2 2p3. ده كده مستقر. هو بيقول لك هيبقى مستقر عندما يفقد الكترون. الايون ده لو فقد الكترون تحول لاو موجب موجب، هيبقى عنده 2p2، لا فقد استقراره، مش هو ده. السي سالب، الكربون عدده الذري 6، سي سالب يعني معناه ايون سالب مكتسب الكتروني عنده 7 الكترونات. ما هو ده زيه زي ده زيه زي ده، الثلاثه عندهم 7 الكترونات، بفقد الالكترونات تقل استقرارهم. الوحيد اللي زاد استقراره بفقد الالكترونات هو ايون النيتروجين ان سالب، لانه تحول من 2b4 ل2b3 اللي بالنصف ممتلئ بالالكترونات. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده اللي هو رقم 11، التركيب الالكتروني الذي يمثل العنصر اكس والذي يكون الايون اكس 3 سالب. مين العنصر اكس اللي يكون الايون اكس 3 سالب؟ تعالى اما اجاوبك بقى من الباب الثاني، اكس 3 سالب، العنصر ده يقع في المجموعه 5A. يقع في المجموعه ايه؟ 5A، لان من اول المجموعه 4A لحد المجموعه 7A ده بدايه ظهور اللافل الذات. اقصى حالة تأكسد سالبة بتساوي اقصى حالة تأكسد موجبة بتساوي رقم المجموعة، يعني 4A من اول موجب 4 لحد سالب 4. 5A من اول موجب 5 لحد سالب 3. 6A من اول، سمعك برافو عليك، موجب 6 لحد سالب 2. 7A من اول موجب 7 لحد سالب 1. هنا مديني ايون عنصر سالب 3، يعني يقدر يكتسب كم الكترون؟ 3 الكترونات، معناه ان هو عنده كام الكترون في مستوى الطاقه الاخير؟ 5 الكترونات. دور فضول مين اللي عنده 5 الكترونات؟ ب. اشمعنى؟ قال لي احسب كده، ادي مستوى الطاقه الرئيسي الاخير 3s و 3b، 3s2 3b3 عنده 5 الكترونات في مستوى الطاقه الاخير، يستطيع اكتساب 3 الكترونات. نشوف السؤال رقم 12، بيقول لي 2px و 3py هل مختلفان في الطاقة؟ صح. اشمعنى؟ 2px موجود في المستوى الرئيسي الثاني، و3py موجود في المستوى الرئيسي الثالث، يعني طاقته أكبر من طاقة ال 2px. لهما نفس الاتجاه؟ غلط، لا ده في الاتجاه X وده في الاتجاه Y. متقاربين في الطاقة؟ برضه غلط،
ده في المستوى الرئيسي الثاني، والمستوى الرئيسي الثالث يعني مختلفان تماما في الطاقه، مختلفان في الشكل. غلط. التو بي اكس ده اوربيتال شكله كمثرتين متقابلتين بالراس، والتو بي واي ده اوربيتال شكله كمثرتين متقابلتين بالراس. ده 3 بي واي يا شباب، كمثرتين متقابلتين بالراس، يبقى ليهم نفس الشكل ولكن الاتجاهات مختلفه والطاقه مختلفه. تمام. نشوف السؤال 13، بيقول القيم ال المحتمله لالكترون في ذره الهيدروجين المستقر. ذره الهيدروجين اتش 1 تركيبها الالكتروني 1 اس 1، الان بكام؟ قال لي الان بواحد. الان بواحد. ال بكام؟ قال لي ال بيساوي صفر. تذكروا معايا يا اولاد المستوى الفرعي اس وبي ودي واف، قيم ال المحتمله للاس بصفر، البي بواحد، الدي باتنين، الاف بتلاته. بالمره قيم ام ال المحتمله، الاس عنده اوربيتال واحد، قيمه ام ال المحتمله ليه بصفر، البي عنده تلات اوربيتالات، قيم ام ال المحتمله في النص بزيرو، سالب واحد موجب واحد، الدي خمس اوربيتالات، قيم ام ال المحتمله للدي في النص زيرو، سالب واحد سالب اتنين، وهنا موجب واحد موجب اتنين، يعني من سالب اتنين لموجب اتنين، وكلنا يعلم ان قيم الام ال بتتراوح من سالب ال لموجب ال مرورا بالزيرو، الاف من سالب 3 لموجب 3 مرورا بالزيرو، عشان كده طلعوا سبع قيم. هنا لما ال لذره الهيدروجين قال لي ال بيساوي صفر، يبقى قيمه زيرو. نشوف سؤال رقم 14، الجسيم الذي يتفق مع جسيم الفا في عدد الالكترونات. جسيم الفا صيغته الكيميائيه اتش اي 2 4، بس اللي حضرتك ما تعرفوش ان تركيب جسيم الفا هو تركيب نواة ذرة الهيليوم، نواة ذرة الهيليوم. يعني يتركب من 2 بروتون موجب و2 نيوترون متعادل، ولا يحتوي على أي الكترونات. مين في دول كلهم اللي لا يحتوي على أي الكترونات؟ الهيدروجين عنده واحد الكترون. ذرتين الهيدروجين يبقى 2 الكترون في الاتش 2. الاتش اي اللي هو ده اللي يقصد بيه الهيليوم. الفرق بين الهيليوم والفا ايه؟ ان الفا نواة ذرة الهيليوم فقط، انما الهيليوم اتش اي 2، الهيليوم اتش اي 2 4، ده كده الهيليوم اللي برسمه ده يا اولاد الهيليوم عبارة عن نواة فيها 2 بروتون موجب و2 نيوترون متعادل بيدور حولها 2 الكترون سالب. يبقى هنا في 2 الكترون. الوحيد ايون الهيدروجين الموجب الذي يتكون بعدما تفقد ذره الهيدروجين كم الكترون؟ واحد. ده عباره عن ايه؟ عباره عن بروتون موجب. بروتون موجب هناخد في ثالثه ثانوي، واخدناه في سنه اولى ثانوي، ان يسمى ايون الهيدروجين الموجب بالبروتون الموجب ليه؟ لانه عباره عن بروتون فقط. نشوف السؤال رقم 15، عنصر ينتهي التركيب الالكتروني لايونه اكس 2 سالب ب 2 بي 6. قلت له يعني الاكس 2 سالب تركيبه الالكتروني ينتهي ب 2 بي 6، يتكون الاكس 2 سالب من العنصر اكس بعدما يكتسب 2 الكترون، يقوم يتحول لاكس 2 سالب اللي تركيبه الالكتروني 2 بي 6. هعمل لك السهم بالعكس، الاكس 2 سالب بقى يرجع للاكس ازاي؟ قال لي بفقد 2 الكترون، ليصبح التركيب الالكتروني بتاع 2 الاكس هيبقى 2 بي 4. فاهمين؟ يبقى الاكس اتحول لاكس 2 سالب، الايون السالب يتكون بعدما تكتسب الذره الكترونات. ارجع الايون السالب لذرته ازاي؟ بفقد عدد الالكترونات المكتسب. هنا مكتسب 2 الكترون هيفقد 2 الكترون، ليصبح التركيب الالكتروني بدل ما كان 2 بي 6 للايون بقى 2 بي 4 للذره. يعني اذا العنصر اكس تركيبه الالكتروني 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 4. عدده الذري كام؟ قال لي عدده الذري ادي 2 و2 4 واربعة، يبقى عدد الذري 8. سؤال بيقول لك يكون عدد الاوربيتالات نصف الممتلئه في الذره دي، قال لي ارسم اخر مستوى فرعي. مستوى الفرعي بي فيه ثلاث اوربيتالات، طبقا لقاعده هوند توزع الالكترونات فرادى قبل ان تزدوج، ادي ثلاثة أربعة، كل اللي قبله ممتلئ اهو، وبالتالي عايز المجموعه كلها. تنتبه معايا هنا، عدد الالكترونات نصف الممتلئه 2، وده كان سؤال. عدد الاوربيتالات الممتلئه 3، عدد الاوربيتالات المشغوله كل الاوربيتالات دي مشغوله بالالكترونات عددهم 5، عدد المستويات الفرعيه الممتلئه 2، عدد المستويات الفرعيه المشغوله 3 مستويات فرعيه مشغوله بالالكترونات.
عدد المستويات الرئيسية المشغولة اللي يساوي أعلى عدد كم رئيسي اللي هو باتنين، يبقى عدد المستويات الرئيسية هنا باتنين. خلي بالك السؤال طلعنا منه كذا سؤال، تمام؟ سؤال 16، أي الأشكال التي قد يعبر عن المستوى الفرعي الأخير لذرة؟ المستوى الفرعي الأخير لإيه؟ لذرة. ده غلط، ده أصلاً ما فيش مستوى فرعي أخير فيه أوربيتال إلكتروناته في حالة ازدواج وسايبين الأوربيتالات فارغ قاعدة هوند. ده برضو غلط، لا يطابق قاعدة هوند، لأن الغاز للإلكترونات المفردة يكون في اتجاه واحد. ده صح، الإلكترونات اتوزعت فرادة قبل أن تزدوج. ده برضو صح. وهنا خلي بالكم يا أولاد إن السؤال ليه إجابتين صح. السؤال هنا له إجابتين صح، جيم وده، لأن هنا دي كانت المفروض تبقى الرسمة كده عشان أنت ما تختارهاش تقول على غلط إن الاتنين يكون غازلهم في اتجاه إيه؟ واحد. بس على وضع السؤال اللي عندك الإجابتين صح. سؤال 17 بيقول لك قيم ال وام ال وام اس للالكترون الاخير لذره البوتاسيوم كي 19. قلت له ذره البوتاسيوم تركيبها الالكتروني ارجون 18 لاقرب غاز خام 4s1. تعال نطلع قيم ان بتساوي كام، قيم ال بتساوي كام، ام ال بتساوي كام، ام اس بتساوي كام. قال لي هنا 4s1 ارسمه، عنده الكترون في واحد فقط اهو. انا عايز ال N، قال لي ده رقم ال N، عدد الكم الرئيسي باربعة. عايز ال L، قال لي المستوى الفرعي S ال L ليه بزيرو. عايز ال M L، قال لي هنا عدد الكم الثانوي المغناطيسي هنا بزيرو. ال M S غزل الالكترون في اتجاه عقارب الساعة يكون بموجب نص. يبقى قيم L و M L و M S المحتملة صفر وصفر وموجب نص، هتبقى الإجابة جيم. نشوف سؤال 18 مع بعض. أي الأشكال التالية يعبر عن ذرة مسارة؟ ذرة مسارة يعني إلكترون منتقل من مستوى لمستوى طاقة أعلى. ده ذرة مسارة؟ غلط. ده ازدواج إلكتروني حتى الشكل كله غلط. ده ذرة مسارة؟ آه، لأن كان فيه إلكترون هنا في الأصل وانتقل للأوربيتال ده. ده ذرة مسارة، فبأصبح شكلها بالشكل اللي حضرتك هتشوفه ده. تمام؟ طب جيم ذرة مسارة؟ غلط. ليه؟ هل الإلكترون، هل ده كان اصل الشكل؟ ان كان في الكترون هنا وهنا الكترون وهنا الكترون وده فارغ، اصلا الالكترونات ما بتنتقلش تملاش مستوى فرعي جديد الا بعد ان تملا المستوى الفرعي الاقل في الطاقه اولا، يعني ده المفروض يكون فيه اتنين الكترون الاول عشان يتنقل زي ده كده. ده كان اصله ايه؟ اصله اتنين الكترون في الاس واتنين الكترون هنا، بعدين انتقل احد الالكترونات من المستوى الفرعي اس للمستوى الفرعي بي، يبقى ده يمثل الذره الايه يا اولاد؟ الذره المسار. شوف سؤال 19 بيقول لي يحتوي الايون كيو 2 موجب على 20 بروتون، التركيب الالكتروني للذره كيو ايه؟ خد بالك بقى من حاجه، ان عدد البروتونات ادي الذره وادي الايون الموجب، عدد البروتونات في الذرة والأيون الموجب متساوي، لأن تتحول الذرة لأيون موجب بفقد إلكترونات مش بفقد بروتونات، وبالتالي لو الأيون فيها 20 بروتون تبقى الذرة فيها 20 بروتون، ولو الذرة فيها 20 بروتون يبقى بيدور حول نواة 20 إلكترون، لأن الذرة متعادلة كهربية. فلما يضحك عليك يقول لك احتوى الأيون كيو 2 موجب على 20 بروتون، فالتركيب الإلكتروني لذرته، يجي واحد ما مش مركز يقول لي هيبقى هنا فاقد اتنين، هديله اتنين بقى 22، رحنا في 60 ده، رحنا في ده، كده بنفكر غلط. التفكير الصح ايه؟ هو مد حضرتك عدد الالكترونات ولا البروتونات؟ البروتونات، وعدد البروتونات في الايون يماثل عدد البروتونات في الذره، يعني من الاخر كيو عدده الذري 20، 20 بروتون يبقى تركيبه الالكتروني يوزع ال 20 الكترون بقى بتاعنا، هيطلع التركيب الالكتروني 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s2، يعني الاجابه ب. سؤال 20 بيقول لي 3px و 3dz سكوير متماثلان في ايه؟ قال لي مبدئيا متماثلان في عدد الكم الرئيسي كلاهما يقع في المستوى الرئيسي الثالث ام. قلت له تمام. طب ليهم نفس الشكل؟ غلط، لان البيكم مسيرتين متقابلتين بالراس، لان ده بي اكس اوربيتال مش مستوى فرع، و 3 دي زد سكوير ده اوربيتال، اعرف منين؟ مش في الكتاب، بالاستنتاج. ده اوربيتال رمز 3، لو 3 دي وسكت كنا قلنا ان ده المستوى الفرعي دي.
انما ده المستوى ده اوربيتال الدي، ولو قال 3 بي وسكت يبقى ده المستوى الفرعي بي، انما 3 بي اكس ده اوربيتال بي اكس. لهما نفس السعه الالكترونيه، طبعا اي اوربيتال يتسع لاثنين الكترون. لهما نفس الطاقه، غلط. واحد يقول لي كلاهما في المستوى الرئيسي الثالث، ايوه بس احسب طاقته. طاقه المستوى الفرعي بي هتساوي، قال لي هتساوي عدد الكم الرئيسي اللي هو ب 3 زائد ال ال، ما هو بيساوي ان زائد ال، طاقة المستوى بتساوي ان زائد ال. قال لي 3 زائد 1 بيساوي كام؟ بيساوي 4. انما طاقة المستوى الفرعي دي هتساوي عدد الكم الرئيسي بتاعه ب 3 زائد ال بتاعه ب 2، قال لي يطلع ب 5. ما لهمش نفس الطاقة، 3 دي اكبر من 3 بي في الطاقة. يبقى في الطاقة غلط، يبقى الإجابة ب وج غلط. الإجابة الصحيحة السعة الإلكترونية.